برنامج شهري على إذاعة مندرة FM بشراكة مع مبادرة مناظرة. برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بشأن العام. تلقاونا في الحلقة السابعة نهار لحد 23 جانفي مع نص نهار باش نحكيو على أزمة النقل في راس جبل، خاصة خطوط راس جبل بن زرد وراس جبل تونس وتفاعل سلطة الإشراف مع المشكل. باش نحكيو زيادة على تحويل دار ثقافة مهجورة في سيدي حسين إلى وكر لتعاطي المخدرات وأسباب عدم تدخل الدولة إلى حد الآن في هذا العقار. تلقاونا في التقديم رنا عمارة، أحمد سيسي وسيم أحمدي. استنونا. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تفرجوا فينا توا على موجات المندرة FM 90 واللي قاعدين يتابعوا فينا على ستريمينغ لايف على notre page فيسبوك مندرة FM. كما تنجموا تلقاونا على سيت انترنت mandrafm.com والا زيد على الابليكاسيون موبيل مندرة FM. معاكم نورا الميكرو رانا عمارة، وكل عادة مانيش وحدي في استوديو، حاضرين معايا احمد سيسي وسيم حمادي. مرحبا. عسلامة الناس الكل، انا احمد سيسي. عسلامة، وأنا وسيم حميدي. مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين. اليوم لحد 23 جانفي 2022، وإحنا معاكم في الحلقة السابعة والأولى من الموسم الثاني من برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا، موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة مندرة FM هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا، واللي هما دريم FM، نفزاوة FM، عليسة FM، سيليوم FM، وبتبيعة المندرة FM. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف نهار الماضي ساعة، ولكن في كل إذاعة برنامج أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة ديك. في الحلقة الأولى من موسم جديد، وكما كل مرة في برنامج أمور تهمنا نختاروا زوز مواضيع مهمين باش نسلطوا عليهم الضوء. والمرة هذه باش نحكيوا على دار الجمعيات بسيدي حسين اللي تم حرقها في الثورة وتحولت من وقتها إلى وكر لتعاطي المخدرات. لكن باش نبدأ مع موضوع النقل العمومي في راس جبل، خاصة خطوط راس جبل تونس، راس جبل رفراف، وأيضا حافلة نقل التلاميذ في أوتيك. باش نرجع على هذا الكل مع رئيس نيابة راس جبل التابعة للشركة الجهوية للنقل بن زرد سي تاج الدين خليل. مرحبا بك سي تاج الدين، نشكرك على قبول الدعوة. قبل ما نبداو، عايشك مرسي بوكو. قبل ما نبداو نسمعوا شوية مع التشهادات مع من تشكيات اللي جات من عند المواطنين. بالنسبة للمشاكل نراهم أنا محور على حاجتين. بالنسبة للواجهات نراو الحاجة هذه سخطو نهار الاثنين وقت الناس باش تمشي تخدم ولا ليزيتيديون باش تمشي تقرا، ما تلقاش الواجهات جملة واحدة، لازمك تقوم الأربعة باش تخلط على الواج معناتها، وما توصل للسبعة كان سبعة وما عادش تلقى حتى الواج. بالنسبة للحاجة الثانية، سكو جو فوا أنا فما مشكلة في كار نتاع الخمسة ونص، بوبولاسيون في راس جبل زادت، دونك الكار تعبي من باب سعدون وتتعدى على لاغي نتاع الشرقية. فريمون الناس اللي باش تركب من الشرقية ولا تركب من أي بلاصة أخرى خلف المحطة ماهيش باش تلقى بلايص وين تقعد جملة، تقعد واقفة الناس باش على بعضها، البيبان بالسيف تتسكر، بالحق مشكلة. بخبو الترونسبور من تونس لراس جبل في دو بروبليم، أول حاجة إنه نهار لحد العشية ما تلقاش جملة لواجات. بروبليم ثاني هو إنهم هما ما يجيبوش على الطرود، يمشوا على الثنية العادية معناها الطريق الوطنية، تبدا الكل مكسرة ومحفرة وتتعب ياسر باش توصل. حس لي احنا ناقصين برشا اكزامبل ترونسبور لتونس. احنا معنا كان زوز كيران، واحدة نورمال واحدة كونفور، والزوز نحس فيهم نفس المشكلة. وقت تجي مروح من تونس راس جبل تلقى برشا يركبوا فيهم هما من زواوين من عوجة غرمة الحماتلين رفرف، دونك علاش ما يزيدوناش كار ولا زوز اخرين؟ كانت هذه شهادات بعض المواطنين على مشكل النقل العمومي في راس جبل. سيدي جدين نعود نرحب بك مره اخرى، ونبداو معاك بصفه عامه، كيفاش تقيم العمل نتاع نيابه الشركه في راس جبل؟ سيدي جدين وي سيدي جدين، نعود لك السؤال مره اخرى بعد اللي سمعناه من شهادات المواطنين والتشكيات نتاعهم، كيفاش تقيم بصفه عامه العمل نتاع نيابه شركه راس جبل؟ هاي التشكيات نتاع المواطنين يعني كل نقص في الديبارات نتاع كيران تونس موجود، يعني الديبارات موجودين بصفه عاديه. يعني فما اوقات ذروه، يعني فما تكون عبايات ولا طلبه مروحه ولا عباره ذاك موجودين، يعني مريقلين ما عندناش نقص الديبارات ولا
هو ستاج معناتها في الأوقات الذروة، وخاصة معناتها نهار الأحد العشية مثلا طلبة تبدأ ماشية مثلا من راس جبل لتونس. موجودين عندنا ديبارات، عندنا طلبة بداوا موجودين عندنا 11 وربع، عندنا ماضي ساعة مستعطيت الأربعة ونص معناتها موجودين بصفة عادية، خاطر نهار الأحد ينقصوا معناتها هذا. لا لا هذا نحكي لك نهار الأحد، أنا ما نحكي لكش كل الأيام. نهار الأحد العشية خاصة أغلب الوقت بوم عاينا معناتها المشكلة البريود اللي فاتت، وإحنا معناتها ناخذوا فيها ساعات معناتها الكار نهار الأحد، فما ساعات فما ديبار ساعات يتنحاو معناتها كيران نهار الأحد خاصة العشية. بالنسبة لتونس، بالنسبة لتونس ما نحيوش حد ديبار، مستحيل يعني. فماش نقص تجديد، فما حتى مشكل؟ ما عندناش حتى مشكل، أنا كنت نهار الأحد نعملوا حتى دوبلاجات، عملوا كيبدا فما برشا طلبه مروحين لازم نخرجوا دوبلاج مع الكار العاديه. باهي فهمتك. اي حسب رايك علاش المواطنين يلاحظوا انه فما مشكل معناها؟ ما فما اوقات المواطنين فما مشاكل معناها. المواطن هو يحب كي يخرج ماذا بيا يلقى الكار قدامه ما يقعدش يستنى. قوي بقول لي معناها. لا نعرف يعني فما اوقات احنا اوقات مربوطين بهم ديبارات، تنجمش تغير في التوقيت اللي الناس مستانسه بهم. بي حتى كان مش نهار لحد معناها غير ما حتى في العشيه في اي وسط جمعه فما نقص كبير، بعد الاربع صعيب باش تلقى كار باش تمشي بها لتونس ولا حتى البنزرت، دونك ماذا بينا كيف تسالوا على الاسبوع. الاربع ونص موجوده كارتون، ثم ثلاثه ونص الاربع في بين ديبار وديبار ساعه، من ساعه موجود بين ديبار وديبار ساعه. هو في الغالب الاربع ونص موجوده وفما وتو بنزرت فما ماضي ثلاثة وربع وفما الخمسة ديال العشية وفما السبعة وربع آخر ديبار البنزرت من راس الجبل. هو أمام التزايد معناتها العدد نتاع السكان نتاع راس الجبل، ربما هو الكيران هذو موجودين منذ سنوات والأوقات نتاعهم زادة معروفة معناتها منذ سنوات. لا غيرنا فيهم معنا بدلنا وزدنا في شوية وقت عجل. صحيح فما شوية وقت تبدل فما حاجة زادت حاجة نقص زادة، مي السكان نتاع راس الجبل ماشي معناتها العدد ويزيد بالطبيعة ماشي ويزيد بالضبط، وهذا معناتها يخلق ساعاتك الاكتظاظ يخلق مشكله خاصه في العشريات. حسب الطلب احنا اكتظاظ موجود صحيح، حسب الطلب نجم نزيدوا في حاجات. هذايا بالنسبه للخط تونس راس جبل، كان نحكيوا توا على خط رفراف راس جبل نهار كيف طيب. كيف معناها عينا وخذينا راي المواطنين كيف ما نقص كبير خاصه نهار الاحد، كيف ماذا بينا نعرفوا الاسباب. نهار الاحد عملناها احنا قبل رفراف ما فماش مواطنين ما فماش عباد، يعني حسب الطلب يعني المواطنين النومبر تاع المواطنين والواحد ما نجمش تعمل كار باش تطلع بواحد تهبط بزوز يعني حسب فهمتك. هو من جانب بالضبط، هو من جانب ممكن ربما يكونش يكون صحيح 100، من جانب اخر ساعات ما يكونش صحيح 100%. مثلا لحد شهر التالي معناتها حد جات مجموعه نتاع ناس من تونس، كنت جيت معاهم انا وقتها زاد في كار تونس وما لقاوش كيفاش يمشيوا الرفراف، هما تبعين جمعيه مثلا ماشيين الرفراف ما لقاوش كيفاش يمشيوا الرفراف. سامحني جاوا الرفراف وجاوا كشافه من المهديه وجاوا من صفاقس وجاوا واحد واتصلوا بينا لهنا ووصلناهم الرفراف وروحنا بها. يعني لازم سوغ كوموند الكار معنا لا مش كوموند يعني نسقوا معنا مع الخدمه نتاعنا ولا نسقوا معينا من الكار اللي جاوا فيها لتونس ووصلناهم ما عندناش حتى اشكاليه. واضح سيدي جدين باو، يبدو انه ما فماش مشكل في خط راس جبل حتى مشكل، وحتى خط رفراف زاد يظهر لي المشكل من المواطنين اللي هم مش موجودين. باهي نتعداو توا الاشكالات النقل المدرسي في يوتيك. بالضبط خلينا ماذا بينا كان تفسر لنا علاش معناها يصيروا ديما فما كيران معطله وتلامذة تبقى ايامات ما تمشيش تقرا. والله كيران معطله الميكانيك ما تحكمش عليه يعني يصير البانات يعني مش ما يصيرش يصيروا بانات اما مش بالطريقه اللي ما فماش كيران. نحكيو على مشكله دوريه تكاد تكون اسبوعيه معناها في اوتيك سي تاج الدين، معناها مش حاله مره بعد قديش دونك قاعدين معناتها تصير شويه مشاكل معناتها قبلنا حتى المعتمد نتاع اوتيك مشينا معناتها وديما يجتمعوا الاولياء والمشكله رواجنا لهنا معناتها لازم نوضحوا زاد المواطنين المشكله راهو مش مشاركه نتاع النقل في حد ذاتها ساعاتها. ما تعاين المشكله نتاع التلامذه اللي قاعده هي تكسر في الكيران تكسر في البلار نتاع الكيران. هذيك وضعيات خاصه هذيك تكسير الكيران كسروا كيران بلاش حساب.
والكار تمشي توصل الكلام ده ولد المنطقه هذيك يكسروا كار وحتى واحد ما يقول لك انا كسرت. هو المشكل واضحه انه الظاهره نتاع تكسير البلار وغيره ظاهره منتشره، ولكن خلينا نحن نبقاو في جانب معناتها الجهات المسؤوله. انت تو مثلا سي تجدين قلت انه الميكانيك ما تحكمش فيه، ما نعرفش الميكانيك نحكموا فيه معناها في العالم الكل الميكانيك فما اجراءات نتاع الصيانه نتاع متابعه نتاع فما موجوده، لكن يصير البانيل فما بانيل يعني مش حاجه من عندنا مثلا ديك حاجة لما تجيك يعبط مزود جيك فويته هو ديك أي حاجة ما تجيب تعرف شنو احنا اللي عيناه ستجدين من المواطنين انه معناها تشكيه انه ساعات التلامذة من باي مشو يقراو على خاطر الكارت تكون قاعدة تتصلح بنهار وبنهارين معناها هما لا 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 مستحيل معناها موقفوش المستحيل عمرنا موقفنا الديبار بالكارت تتصلح نهار ونهارين الكارت كابش تتصلح تطلب بايامات باش تتصلح نعوضوها معناش هذه ما عنديش انا في راس جبل نلتجوا للدار العامه في بنزرت يعوضوا هنا. بون هي الاقوال اللي معناتها شفناها حتى من مسؤولين غاديك راهو لا محاله به معناتها فما شويه تضارب الحقيقه فما نقص الشهادات. فما نقص فما نقص في الاعوان فما اي مثلا احكي لنا شويه في الاسباب خاطر سي تجدين حسب رايك انت معناها فما حتى مشكل معناها كل شيء انا قلت لك انا عندي مش ما فما حتى مشكل فما نقص في العوان صحيح يعاون يمرض ولا توا عندنا عوان مضروبين بالكورونا بالضبط هي الفتره هذيا زادت نجم فما نقص نتاع عوان صحيح فهمت فهمتك هو زاد فما بعض المعدات زاد صحيح اما مش بالطريقه اللي نهار ونهارين تمشي شكار مستحيله والاسطول معناتها زاد المهترئ زاد اللي نهار ولا نهارين احنا ممكن نحيوها الكار على خاطر تكسير البلار اللي ما نلقاوش شكون يساندنا لو شكون كسر البلار ولا تمشي تتجاهل مركز حرس ولا المعتمد ولا اي مسؤول وكذا بالضبط المشكله هذه ما نجم ما فيهاش حل معناتها ما تاخذتش الشركه اجراءات قانونيه كافيه باش نجموا اجراءات قانونيه تمشي تحل المحضر في المركز ضد مجهول ما عندكش شكون باش تجيب ما تلقاش واضح سي تجدين التجو المسؤول مع المعتمد ولا رئيس مركز ولا ما تلقاش حتى شكون يساندك باش يعاونك في اي حاجه وكان هذيك اللي الظاهر موجوده في وتيكا تو حاليا تكسير بالنار في كل بلا خاص نهار جمعه وسبت ولا نهار السبع صابحه صلاعه ولا حاجه يشدوا كار يدقدقوها بالنار ما يخليوش فص بالنار لا الشوفير كان روح لاباس عليه راهو باهي وما صارش زعما كيك اللي ما حاولتوا تلقاو حل اجتماع مع الاولياء زعما تشوفوا حل عملنا قعدنا مع الاولياء حكينا معاهم حكينا مع واحد مشيت انا بيدي مشيت حتى البلايص من غير ما نسميه هذا من غير ما نسميهم بلايص مش مشكله مشيت البلايص وحكيت مع المواطنين وحكيت مع والعمد عاونونا بارك الله فيهم ونفس الحكايه هذيك فما توعيه نتاع الكلام ده مش موجود واضح احنا ماذا بينا نتوجه من المنبر المندرة فيم لكل المواطنين في كل تونس مش حتى خاطر المشكله هذه مش ما حكر على راس جبل ولا غيره انه يحاولوا انهم مع اولادهم معناتها والصغار نتاعهم يوعيهم انه راهو مشكله في التلميذ مش واعي مش واعي بالضبط المواطن المواطن الولي يا اخي هو قال لولده برا مشي كسر لا 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 نعرف اما 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 المتابعه معناها منوطه بعهده الاولياء معناها من المفروض الاولياء هم اللي مسؤولين على صغارهم مسؤولين على على افعال صغارهم احنا الحمد لله في راس جبل ما عندناش شيء ما حاولتوش تعرفوا علاش الاسباب خاصه في المنطقه نتاع اوتيك بالذات معناها ما حاولتوش تعملوا دراسه للموضوع شنو هو المشكل خاطر اكيد فما علاش معناها ما نعرفش اذا كان صار متابعه حاولت تفهم ولا لا ما عنديش فكره بالضبط علاش انا مشينا حكينا قلت مع الاولياء وحكينا مع هذيك مسؤولين و نتفاهموا على نقاط معينه وباقي شيء هذاك يجي يقول لك وقت صلاعه ولا وقت قاعد يجي تكسير الدنيا تاكل بعض. واضح سي تجدين به حسب رايك فماش مشاكل كبيره لكن ما يصيرش اذا كان حتى في المشاكل الصغيره اللي انت تراهم هل فما حلول ينجموا ينتظروها منك المواطنين سعي لتصليح بعض الوضعيات من اللي كنا نحكيو فيهم ولا تعويض النقص هذا؟ حول لا انا نستناو ديما في التحسين ديما نحاولوا نحسنوا ونوفروا احنا نستناو توا قلت لك نقص نتاع البيرسونيل و وفما شويه معدات احنا عندنا طلبات عروض نتاع معدات من عام الاول تو ما حضروا يعني اشكاليه حتى مش من الشركه من المصانع.
زال ما وفرناش المعدات لتو، من نوفمبر نعملوا لنا 27 كارل تو ما حصل. واضح. وباش يكون عندكم نصيب منهم معناتها في نيابه راس الجبل؟ بالطبيعه بالطبيعه ان شاء الله يكونوا حل، معناتها هو نعرفوا ديما الاشكال نجم يكون مشترك من شويه من نيابه راس الجبل، شويه من الشركه ككل، وربما نصيب نتاع الكيران. انا بحاول الله نحاولوا نوفروا الاقصى جهد يعني ان شاء الله يحضروا البيرسونيل والماتريال و نزيدوا نوفروا خطوط. واضح. في انتظار تعزيز الاسطول ماذا بينا زاد يكون فما متابعه اكثر لمساله صيانه الحافلات وعدد الرحلات وغيره، وماذا بينا نحاولوا نسمعوا بايجابيه تشكيات المواطنين اللي لا اعتقد شخصيا انها من عدم. شكرا لك سي تجدين خليل على تدخلك معنا اليوم، واحنا نخرجوا فاصل صغير ونرجع لكم في الجزء الثاني من حلقتنا. We'll be right back.
ومرتهمنا برنامج شهري على إذاعة مندرة FM بشراكة مع مبادرة مناظرة. برنامج ومرتهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بشأن العام. تلقاونا في الحلقة السابعة نهار لحد 23 جانفي مع نص نهار باش نحكيو على أزمة النقل في راس جبل، خاصة خطوط راس جبل بنزرت وراس جبل تونس وتفاعل سلطة الإشراف مع المشكل. باش نحكيو زيدا على تحويل دار ثقافة مهجورة في سيدي حسين إلى وكر لتعاطي المخدرات وأسباب عدم تدخل الدولة إلى حد الآن في هذا العقار. تلقاونا في التقديم رنا عمارة، أحمد سيسي وسيم حمادي. استنونا. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا اللي باش نحكيو فيها على دار الجمعيات بسيدي حسين اللي تعرفت ربما في وقت سابق هي دار ثقافة واللي تم حرقها في الثورة وتحولت من وقتها إلى وكر لتعاطي المخدرات. وعلى هذاك يحضر معنا بالتليفون سيد شاكر الشيخي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس. ننطلق معك بالحوار سي شاكر، وقبل كل شيء مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. مساء الخير وصباح الخير لك ولكل مستمعي ومستمعات مندرة FM أينما كانوا. شكرا لك. خلينا نبدأ معك الساعة قبل كل شيء سي شاكر بشرح وضعية العقار، خلينا نفهم الساعة شنية هو العقار هذا، لشكون راجع بالنظر، وشنية كان معناتها شنية كان استغلال متاعه قبل الثورة كيفاش؟ هو 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 العقار فيه جزء أجزاء، فرد عقار معناتها، فما مكتبة عمومية في الحديث اللي هي مبنية في جنب دار الجمعيات. كامل العقار هو في الأصل على ملك وزارة، على ملك ما نقولش على ملك، هو مخصص لوزارة الشؤون الثقافية باعتبار أنها يتم التخصيص ملك الدولة الخاص، يتم تخصيصها لبنايات لبناء المنشآت والمؤسسات العمومية. تبنات في وقت ما، ما عنديش التاريخ بالضبط، دار الجمعيات هي محضنة للجمعيات بسيدي حسين، تحرقت بعد الثورة، واللي كنت نسمع فيه توا قلت ولات وكر خطير جدا معناتها لمختلف الممارسات معناتها الأخلاقية، وهي قطعة أرض متاخمة ومربنا مهجور شبه مهجور ومتاخم للمكتبة العمومية، ولا حتى عنده انعكاس حتى على المكتبة العمومية اللي هي مجاورته، وحتى على المعهد حتى على المجاور اللي هو المعهد كذلك. اللي هو المعهد المجاور، تعرف احنا اعتدنا في وزارة الشؤون الثقافية ان ديما تبنى المؤسسات الثقافية سواء المكتبة او دار ثقافة في جوار معهد ثانوي او مدرسة ابتدائية، وفيها رؤية على اساس ان تلامذة ما يقعدوش البرا ديما يدخلوا للمؤسسة الثقافية والا للمكتبة العمومية. على كل في خلال اجتماع تقريبا السنة الماضية للمجلس الجهوي بولاية تونس،
وبحضور كافة مكونات المجتمع المدني. قبل ما نقدمه في الحوار جوست خلينا نمشيو خطوة بخطوة سي شاكر. نعاودوا لخصو معناها هو كان مستغل العقار كدار جمعيات فيه دار جمعيات فيه مجموعة من الجمعيات تنشط في مكتبة عمومية مستغلة موجودة هي المكتبة التوا مستغلة ومكتبة ممتازة هي بصراحة تقدم في خدمات ممتازة بنية تحتية محترمة جدا عوان وإثارات وعدد المشاركين فيها عدد مهول جدا يعني أنا المكتبة تعمل في ظروف طيبة جدا واضح هو العقار خلينا نبقى تويكة في العقار اللي هو يهمنا اللي هو توا بيعتبر معناتها عقار مهجور ماهوش مستغل معناها وكما قلنا معناتها يرتدوا فيه معناتها المستغلين بالضبط باش نزيدوا نوضحوا أكثر النقطة هذه سي شاكر مازلنا احنا باش نواصلوا معاك الحديث لكن قبل خلينا نسمع شهادات بعض المواطنين النشيطين في المجتمع المدني في سيدي حسين بخصوص الوضعية الحالية للعقار ومن بعد نرجعوا للتفاعل ونكملوا الحوار نتاعنا شكرا دار جمعيات هذه المسكرة توا تقريبا من 11 سنة ملي كانت لازم تلعب الدور متاعها التنموي والبيئي تحتضن الجمعيات اللي هنا في سيد حسين اللي معظمهم يعانوا من مشاكل من اللوكال وغيره وكل تحاولت دار جمعيات هذه اليوم الوكر يستغلوه بعض الخارجين والمارقين على القانون وحتى للأسف حتى تلامذة اللي يخرجوا في الركري ولا في الزور كروز ولا حتى اللي يخرجوا مطردين يجي يدخلوا للمنطقة هذه يتكيفوا فيها يعملوا حتى الزرار حشاكم والأولياء حتى الأولياء يعانوا لهنا يجوا يشوفوا في حتى وقت الستة متاع الليل تلقوا أغلبية الأولياء واقفين يستنوا في ولادهم من اللي تحرقت عند 11 سنين ما تمش استغلالها من السلطات نورمالمون تكون حاجة للجمعيات تكون حاجة معناها تنفع الشباب مالوريزمون معناها اليوم الدار ذي ولات دار يمشيو يكونسوميو فيها الدروغ توا من 11 سنة ودار الجمعيات هذه نوصل ما خسرنا فضاء ثقافي ونعرف ندرة وقلة الفضاءات الثقافية في المناطق الشعبية أما زادت حاولت المصدر إزعاج وقلق كبير للأولياء في الجهة خاصة أنها بدأت لم المنحرفين وفضاء يتعطوا فيه المخدرات والكحول وغيرها من مظاهر فساد السلطات التوام اللي تحبت تدخل ليب انها تفوت في الفضاء ليب انها تستثمر فيه وليح على الاقل تحمي المواطنين الموجودين غديكا والقصر خاصة من المشاكل اللي سببها كنت تسمع معنا سي شكر في شهادات بعض الشباب الناشط في المجتمع المدني في سيدي حسين بخصوص الوضعية الحالية للعقار والمشاكل اللي سببها شنو تعليقك سي شكر أنا سعيد جدا أن نسمع الشباب المنطقة حريص على حريص أولا على إعادة استغلال هذا الفضاء أيضا استياءه من غياب مرفق ثقافي وهذا هام جدا يعبر على رغبتهم في الأنشطة الثقافية اللي حبيت نوصله ونقوله لك للمجتمع المدني لما اجتمعنا به في مجلس جهوي بولاية تونس تم تخييرها بين مركب شبابي أو مركب ثقافي وكانت العملية معناتها بالتصويت فذهبت جل الأراء خاصة الكثير من الجمعيات والمثقفين والمبدعين إلى بناء مركب ثقافي وهذا ما شرعنا فيه تصويت الوضعية العقارية اللي هي وضعية عالقة وشائكة جدا باش نرجع باش نكملوا باش نجيوها في الاخر حكاية التسوية سي شكر فقط انا طلبت التعليق في علاقة بالوضعية متاع العقار من 2011 لتوا معناها العقار ليست على ملك وزارة الشؤون الثقافية يعني كيف تخاطبني على وضعية العقار انا لا غيري نجم يتدخل فيه باعتبار العقار شكون المتصرف ماله المتصرف فيه هو المعتمدية والمجلس الجهوي هم اللي يسندوا للجمعيات يعني انا ما يرجعش معناتها ليس مقر لإدارة ثقافة سابق كما تم ذكره وليست منشأة ثقافية سابقة يعني أن وزارة الشؤون الثقافية ليست لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب في هذا ولكنها كانت الطرف المستغل لهذا الفضاء ولا ليس صحيح هي مقر هي مجمع لمجموعة من الجمعيات أي معناتها على تم ذكر على اساس انها كانت دار ثقافه لم تكن هناك دار ثقافه مجاوره للمكتبه العموميه. كانت دار جمعيه نعم بالضبط. كانت دار جمعيه. يعني انا وزاره الشؤون الثقافيه ليست لها علاقه بالمبنى.
هذا اللي حبيت نقوله لك. احنا كيما احنا اتصلنا احنا معني في عمليه اطار عمليه البحث، قمنا بالاتصال بوزاره الشؤون العقاريه، وكان يسمع فينا السيده المكلفه بالاعلام في وزاره الشؤون العقاريه اللي ثبتت في وضعيه العقار، وعلمتنا انه الملكيه والتصرف هي كانت على ملك الدوله، على ملك وزاره املاك الدوله، وتم التفويت فيها لصالح وزاره الثقافه، وتفويت معناتها يكون تفويت معناتها ما يتمش التراجع فيه، معناها هذا وقت لوزاره الثقافه ما تكونش في طور استغلال العقار هذا، ما ترجعوش لوزاره املاك الدوله، يبقى تحت مسؤوليتها ويبقى تحت تصرفها. سي شكر، هذا هناك مسألة فنية فقط اللي تم الإشارة لي أنها قطعة الأرض كاملة العقار هو فعلا مخصص لوزارة الثقافة في جزء منه. تم بناء مكتبة وبرمجت على أساس بناء دار ثقافة، ولكن تم التوجه إلى بناء دار للجمعيات في أوائل الألفينيات، يعني أنا سنة 2002-2003 التوجه كان بناء مقر للجمعيات باعتبار الجمعيات عندها مشكلة المقرات، فكان التوجه هذا التوجه. يبقى أن العقار كامل، عشان العقار هو فيه جزئين، جزء تبنت عليه مكتبة عمومية، والجزء الثاني تم اختيار أن يبني عليه دار الجمعيات. على كل، احنا في صدد تسوية الوضعية العقارية من جديد، وهو مخصص لفائدة وزارة الثقافة، وقمنا بمراسلة ديوان قيس الأراضي، هناك مسائل تقنية في صدد الإنجاز، ويتم رصد تمويلات خاصة بالدراسات، وتم اختيار باللي بناء مركب ثقافي ومسرح ويطلق على المكان على أنقاض ذلك المقر اللي تم حرقه. سي شكر، قلت لنا اللي باش يتم انجاز مشروع في العقار هذايا، لكن علاش في 11 عام اللي تعداو ما تمش تدخل سواء لصيانه العقار ولا استغلال ولا التفويت فيه، خاصه انه مش فقط نحكي مجددا على عقار. اقول ان العقار لا يمكن صيانه عقار لا تملكه هو وزاره الشؤون الثقافيه، حبيت نقول لك راهو العقار ليس على ملك وزاره الشؤون الثقافيه. اي معناها بعد ما ريتو اللي هو شكل اخطر ومصدر متاع قلق للمتسكنين والتلامذة والاولياء متاع المدرسة الاعدادية، علاش ما تمش اتخاذ قرار ولو مشترك معناها حتى مع السلطات المحلية؟ هو القرار راهو بيد السيد والي تونس وليس بيد وزارة الشؤون الثقافية. العقار لا يرجع لنا بالنظر، وهذه نحب نعاوده لك، راهو ما يمكنش انك تتدخل في عقار لا تملكه وزارة الشؤون الثقافية. هو فما ما نعرفش انا هكا جي لامبريسيون وفما شيء من ال... لا سي شكري فضلك سي شكري، احنا كي حكينا انت كانوا فما شيء من التناقض، انت قلت لنا العقار خصص لوزارة الشؤون الثقافية في البداية. العقار كامل، اي العقار كامل، الارض كاملة، الارض تملكها ولا تملك العقار؟ نعم. العقار تم استغلاله والبناء تم من طرف المجلس الجهوي. نعم، فقط خلينا نكمل السؤال، العقار جزء منه مستغل كمكتبة عمومية راجعة بالنظر لوزارة الثقافة. سؤالنا لهنا هو حتى إذا كان هنالك مسألة فنية وتقنية تقول بأن العقار معناها جزء منه يراجع بالتصرف لوزارة الثقافة وجزء ليه، وزارة الثقافة لم تحرك ساكنا، يعني فما خطر على حتى رواد المكتبة العمومية بيدها اللي معناتها اللي يراجع بالنظر وبالتصرف وبالملكية لوزارة الثقافة، فما خطر على رواد المنطقة هذية، علاش ما تمش التنسيق ما بين وزارة الثقافة وما بين الولاية وما بين حتى السلطات المحلية الممثلة في المجلس البلدي لإيجاد حل؟ مش مانيش نتحدثوا على حل في علاقة باستثمار العقار وإلا بمشاريع وتمويلات، نحكيوا على حل لدرء المخاطر فقط. راهو معناها كانت من المفروض أنه وزارة الشؤون الثقافية عندها جزء من المسؤولية، الولاية السلطات الجهوية والسلطات المحلية لدرء المخاطر على التلامذة اللي موجودين وعلى رواد المكتبة العمومية. ولو حل وقتي، خاطر حتى المشروع أكيد باش ياخذ سنوات معناها للإنجاز والتنفيذ. هو شوف هنا وقتها نجم نقول لك هناك القوة الرابعة اللي هي قوة المجتمع المدني، راهو العمل الثقافي ما هوش مربوط بمبنى. احنا مانيش باش نقعدوا ننتظروا معناتها وقتاش تتبنى للمسألة، تنجم تكون 4-5 سنوات باش تبني مركب ثقافي او اكثر، تعرف الاجراءات وطولها وكثرة المتدخلين من الإدارة الجهوية للتجهيز، من وزارة الإشراف إلى المجلس الجهوي، ولكن هناك زاد دور المجتمع المدني اللي قادر على إرجاع المقر هذاك بتمويل. احنا عندنا آلية اسمها التمويل العمومي للجمعيات،
يعني إذا تقدمت جمعيات ثقافية في أي نشاط معناتها تساندوها معناتها حتى إشكال. سيشكر يفضلك سيشكر إحنا منش نحكيه على خلينا نزيد نوضح سؤال منش نحكيه على استثمار العقار نحكيه على درء المخاطر إحنا نحكيه على إيجاد درء المخاطر مهمة ليس مهمة أمنية ما أعرف ليه درء المخاطر في علاقة في علاقة سيشكر درء المخاطر في علاقة بإيجاد حل وقتي للعقار هي جت فترة من الفترات أعتقد أن السلطة المحلية فقط جست نمشيو الأذان سي شاكر وبعد نرجعو لك للاستكمال السؤال تفضل تفضل حان الآن موعد أذان صلاة ثقافة مهجورة في سيدي حسين إلى وكر لتعاطي المخدرات وأسباب عدم تدخل الدولة إلى حد الآن في هذا العقار. تلقاونا في التقديم رنا عمارة أحمد سيسي وسيم حمادي. استنونا. تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم لاستكمال الجزء الثاني من حلقتنا نحكيو على موضوع دار الجمعيات في سيدي حسين اللي فيه مشكل وتحول إلى وكر لاستهلاك المخدرات. نرجع معك للسؤال سي شاكر في علاقة حكينا على درء المخاطر. جات فترة من الفترات أعتقد أنه البلدية تدخلت لأنه صاروا برشا كوارث يعني نحكيو على جرائم على حتى وصلنا نحكيو حتى على حالات تحرش
على اطفال في المقر هذايا راهو معناها حالات خطيره. دونك اعتقد انه البلديه في فتره من فترات سكرت المداخل نتاع المقر هذايا من ابواب وشبابيك خطريه، الابواب وشبابيك مش موجوده، دونك سكرتهم بناهم وتعاودت معناتها عاودوا حلوهم. التدخل اللي نقصدوا فيه لهنا علاش منع يعني مثلا علاش ما تمش التنسيق مع الولايه لهدم العقار؟ خاطر العقار الوجود نتاعو وجود معناها ما عنده حتى فايده، ماهوش مستغل، هو اغلب الحيوت نتاعو معناتها طايحه لا ببين لاشبابك لغيره، والوجود هذا ادى الى معناتها انه يدخلوا له ناس يتعاطوا في المخدرات كما قلت، فما حتى حوادث نتاع تحرش وغيره وغديك. علاش ما تمش التنسيق؟ هي المساله بسيطه جدا، يعني التنسيق مع السلطات الجهويه والسلطات المحليه لايجاد حل اما بالهدم او بتسكير ولا غيره الى ان يتم الاستغلال نتاعو معناتها في المستقبل المتوسط والبعيد. في الجزء الاول حاب نجاوبك على درء المخاطر. درء المخاطر هي المساله هذه راهي مساله تعالج على مستوى السلطه المحليه، البلديه هي صاحبه المقر والمجلس الجهوي صاحب المقر، وهناك المعالجه الامنيه، وهذه ليست من مشمولات وزاره الشؤون الثقافيه ان تدرء المخاطر في مبنى مهجور لا تملكه، هو مجاور فقط لمكتبه عموميه. وكيفاش البلديه هي صاحبه المقر؟ هي البلديه المسؤوله محليا، هناك سلطه محليه مسؤوله على المقر، هناك معتمديه ايضا مسؤوله على المقر، المقر لا يتبع لوزاره الشؤون الثقافيه. والمشروع الجديد اللي باش يتم انجازه سي شاكر باش يكون على ملك شكون؟ المشروع اللي قلت لنا باش يتم انجازه في بلاصه العقار، المشروع اللي باش يتم انجازه سيكون مشروع وزاره الشؤون الثقافيه. معناها كيفاش هي عقار وارض لا تملكها؟ بقول لك الارض نتاعها، ما العقار لا تملكها. ما يمكن ما سمعتيش، قلت لك الارض على توا حاليا في مستوى التسويه. واضح. التسويه راهي تتطلب اجراءات مع ديوان قيس الاراضي، فما مجموعه من الاجراءات التقنيه وهي بصدد الاجراء من السنه الفارطه، ثم تخصيص اعتمادات خاصه بالدراسات مش بالبناء. مازالوا معناتها في دور دراسات واللي هو قلنا مركب ثقافي ومسرح اواخر ان شاء الله. فهمتك، واضح سي شاكر. هو ان شاء الله المقر ان شاء الله الفضاء كامل يولي تربوي وثقافي مع المكتبه الموجوده حاليا، يولي فضاء ثقافي وليس وكر لتعاطي المخدرات. بالضبط، هو في الاطار هذايا والبلديه استغلت شويه وربما بعيد عن الثقافة، عملت في باركينج للسيارات. استغلته البلدية في جزء منها، استغلته على أساس أنه يكون مستودع حجز بصفة ظرفية في انتظار طبعا، فهناك إجراءات تاع قرار هدم، تعرف فما رخصة من البلدية بعد نسويه احنا الجانب العقاري ونستوفيه الدراسات. هناك جزء معناتها استغلته البلدية بصفة ظرفية لاستغلالك مستودع حجز يعني. هذا تم بالتنسيق معكم يعني بعلمكم وبالتنسيق معكم وبموافقتكم يعني كوزارة الشؤون الثقافية؟ تم بالتنسيق معنا. نعم نعم نعم. واضح. بي توا خلينا نحكي هكا، توا حكينا شوية على الوضعية القانونية، حكينا شوية على الوضعية معناتها التأثير الاجتماعي على الأقل خلينا نقولوا للعقار هذايا. توا باش نركزوا أكثر على المسألة نتاع استغلال العقار. كما أنت تعرف سي شاكر أكيد أنه موجود في معناه في موقع استراتيجي في سيدي حسين، هو تقريبا في مركز المدينة وماهوش معقول يعني يبقى متروك. دونك انت توا ماذا بينا تزيد توضح لنا اكثر اذا كان فما بعض التفاصيل ولا المعالم للمشروع هذا اللي فيه ربما مسرح هواء طلق والا دار ثقافه ولا غيره. باعتبار ان المساحه هامه وكما تفضلت سيادتك وقلت الموقع هام جدا وهناك محيط اجتماعي كبير، هناك كثافه سكانيه، يعني اما تم تخيير المجتمع المدني في خلال المجلس الجهوي كما ذكرت سابقا، فما اللي خير بناء دار شباب وهناك مجموعه خيرت بناء مركب ثقافي ومسرح وثلق. كان العمليه كانت تشاركيه بكل صدق مع المجلس في داخل المجلس الجهوي اللي انعقد السنه الفارطه خلال شهر جوان، وتم اقرار معناتها اقتراح بناء مشروع متكامل نموذجي باش يكون مركب ثقافي وبجانبه مسرح هواء ثلق للمهرجانات، يطلب معناتها على الاقل يحتضن المهرجانات. اللي نتمنى انا تسريع الاجراءات، لان ديما معنا اشكاليات في كثره الاجراءات وكثره المتدخلين، وهذه مشكله في سيدي حسين فقط، تقريبا في جل البنايات العموميه هناك مجموعه من الاجراءات يطول شرحها.
ما نجمش نعرف تقريبا سنوات. حسب رايك انت وحسب التجربه المشروع هذا وقتاش ينجم يرى النور؟ نعرف اللي ربما فما صعوبه في انا انا كمان جهوي بولايه تونس بسيبه ما نجمش انا نعطيها لاني انا منسق ونتابع هذيك الدوري حتى الميزانيه لا ترصد للمندوبيه بعرف يكون بشكل فنيا انا المساله راهي يتولاها التحويل الاعتمادات من وزاره الشؤون الثقافيه لوزاره صاحبه المشروع ثم الى المجلس الجهوي والمجلس الجهوي يكلف الاداره الجهويه بالدرجه والتجهيز باعداد الصفقات والاستشارات يعني تقريبا اذا كان نخلصوا على الاقل من تسويه الوضعيه العقاريه والدراسات نتمنى ديما نقول نتمنى ونحلم سيد حسين تكون فيها على الاقل دراسات تكون جاهزه خلال هذه السنه ان شاء الله. ان شاء الله سي شاكر معناتها ان شاء الله على الاقل الدراسات نقول على الاقل هام جدا تكون الدراسات والوضعيه العقاريه تكون مساواه يعني مساله البناء تكون فيها اجراءات على الاقل. احنا نعرف المشاريع في تونس وربما المساله هي تتجاوزك انت في الحقيقه في شخصك وفي مسؤوليتك ربما ولكن مشاريع ديما مساله وطنيه وهذا دعوه بصراحه الى مراجعه طول الاجراءات ولنا نعرف تقتل كل شيء. فما دار ثقافه كالتجليه سنين عندها 11 سنه كيف محروقه زاده كيف من الثوره نفس الوضعيه تقريبا واضطررنا الى كراء معناتها زوج محلات مجاوره لنشاط النوادي لدور الثقافه يعني انا المساله معقده جدا وهي مش مسؤوليه. انا ما نقولش مانيش انا متحمل المسؤوليه طبعا لكن المساله فيها العديد من المتدخلين العديد من الاجراءات بالضبط والمساله وطنيا يلزمنا مراجعه لحكايه البناءات المدنيه هذه كملجنه هذا حلا مع بعضنا الكل وبكم انتم بالاعلام بالاعلام وبالنقد الجاد وهذا انا سعيد ان تكون اسئله دقيقه وخاصه النظر في حكايه هذه الاجراءات اللي يطول شرحها. باهي شكرا لك سي شاكر. في الاخر معناتها كما قلت انت هي المساله ربما تتدخل فيها عديد الاطراف نلقاو شي منك على ربما هكا تعهد كي باش تجتمع مع الاطراف الكل ومعناتها تحاولوا تلقاو حل آني على الأقل. تكون مبادرة منك سي شاكر. بالضبط تلقاو حل آني ربما نحكيو على حل على الأقل في الوضعية على المدى القصير باعتبار أنه الأرض العقار هو راجع بالنظر وزارة الثقافة يعني المسألة ماهيش ليست معقدة خاصة أن العقار بكامله العقار في جزء منه اللي مبني عليه المكتبة وفي الجزء اللي تبنات عليه الدار الجامعية والعقار كله المخصص من أملاك الدولة إلى وزارة الثقافة يعني ليست هناك صعوبات إن شاء الله. نتمنى فما تسريع في نتمنى منك احنا الهدف انه معناتها يصير حتى تدخل حتى اذا كان هنالك مساله تقنيه ربما تقول انه العقار في حد ذاته معناتها المهجور لا يرجع بالنظر الى وزاره الشؤون الثقافيه ولكن كما قلنا بما انه العقار ككل يرجع بالنظر وزاره الشؤون الثقافيه يعني اذا كان بالامكان انه يصير تنسيق مع السلطات الجهويه المحليه لايجاد حل يعني اني الى ان معناتها خطر الحقيقه سي شاكر حتى من منطلق يعني حتى من منطلق انساني يعني فما اولياء عندهم اولادهم قراوا في الكوليج هذاك الحقيقه ما نتضروا بطريقه مهوله العبيد ولات تتنقل في ولادها من الكوليج هذاك راهو فما برشا ناس تحطمت حكيت لك على تلامذه 12 و13 سنه يستهلكوا في المخدرات فما اولياء قلت لك يحكيوا على اعتداء بالفاحشه على اطفال معناها في العقار هذا يعني فما وضعيه خطيره تتطلب انه نبادروا مثالش ونتواصلوا مع السلطات الجهويه المحليه على الاقل باش نحميوا الصغيرات هذيما ومن بعد الاستثمار فيه ومعناتها استغلال ومسألة يعني في المستقبل المتوسط والبعيد ونعرف اللي فما مشكلة نتاع بيروقراطية ومشكلة نتاع اعتمادات وغيره أما على الأقل نجموش معناتها نخرج معاك بتعهد أنه يتم التواصل مع السلطة الجهوية والمحلية للتدخل الآن في العقار. طبعا احنا نخدم تحت إشراف السلطة الجهوية كمندوبية جهوية طبعا ترجع تحت سلطة إشراف السيد والي تونس وعلى الأقل التسريع بالإجراءات وتكليف الجلسات لإنقاذ الوضعية هذه اللي حكيت عليها اللي هي خطيرة ياسر على كل ثم المكتبة العمومية أنا أدعو حتى العائلات المجاورة هذيك لأبنائهم يدرسوا في المدرسة الإعدادية اللي بجانب المكتبة على الأقل أنهم يقوموا لأن يعني المكتبات توا خرجت من النمطية مثل المطالعة معناتها ولات المكتبات تقوم بأعمال ورشات ونوادي
يمكنهم على الأقل ظرفية ينخرطوا أبنائهم في المكتبة العمومية مع هناك كما قلت قوة هائلة جدا اللي هي المجتمع المدني، هناك جمعية ثقافية فاعلة في سيد حسين ندولها أيدين على الأقل مرحليا توا باش نساعدوهم على تعويض الفضاء هذاك على الأقل نعوضه لهم بأنشطة ثقافية مدعومة تكون من مندوبية الجهوية في انتظار إن شاء الله بناء هذه ان شاء الله في اسرع الاجال. واضح، احنا بدنا نتوجه من المنبر المندرة فام لكل الاولياء انهم يشجعوا اولادهم على انهم يرتادوا ينخرطوا على الاقل نعم في المكتبه العموميه، ولكن ما نحبش نبعث موجات سلبيه، ولكن المحيط نتاع المكتبه غير مشجع للثقافه، والمحيط نتاع المعهد غير مشجع حتى للدراسه، يعني محيط خطير جدا 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 جدا. شكرا لك سي شاكر على تدخلك معنا اليوم، احنا نخرج فاصل ونرجع لكم في اخر فقراتنا من حلقه اليوم. بشأن العام تلقاونا في الحلقة السابعة نهار لحد 23 جانفي مع نص نهار باش نحكيو على أزمة النقل في راس جبل، خاصة خطوط راس جبل بن زرد وراس جبل تونس وتفاعل سلطة الإشراف مع المشكل. باش نحكيو زيدا على تحويل دار ثقافة مهجورة في سيدي حسين إلى وكر لتعاطي المخدرات وأسباب عدم تدخل الدولة إلى حد الآن في هذا العقار. تلقاونا في التقديم رنا عمارة، أحمد سيسي، وسيم حمادي. استنونا.
مازلنا معكم على موجات إذاعة المندرة فام في آخر فقرة من حلقتنا اليوم، فقرة صورة الشهر. كنا هبطنا لكم تصوير على صفحة الإذاعة اليوم صباح، نجموا تشوفوها توا في البث المباشر. تصويرة هذه توري حادث خطير صار نهار 15 جانفي في حي الرومانة في تونس العاصمة، وين عصابة حبوا يبراكيو المترو ياخي سائق دخل في حالة متاع هستيريا وحب يمنع الناس، لكن دهم في مترو آخر قدامه، الشيء اللي تسبب في تسجيل إصابات عند الركاب. شنو رأيكم؟ سعم تمني والشفاء العاجل، خطر كان فما برشا مصابين. الحادثة صار تقريبا أسبوع التالي، كان فما برشا مصابين وبرشا ناس معناتها أصيبوا بحالة متاعها، لا خطر برامو دخلوا عليهم بالسكيكين وبالأسلحة البيضاء وبالعيسية وغيرها في المترو. الحقيقة أنا نرتاد المترو الأخضر هذايا، الثعبان الأخضر، الثعبان الأخضر هذا نرتد فيه، والحقيقة تقريبا بشكل مستمر يصيروا حوادث، ربما مش بالشكل هذا معناتها عصابات منظمة وأسلحة وغيره، ولكن يصيروا لبركاج فيهم، وانتشرت الحقيقة في مترويات العاصمة بشكل رهيب جدا. فندائنا للسلطات الأمنية، هما فما الحقيقة في بعض المحطات الكبرى تلقى دوريات وغيره، ولكن في بعض المحطات الاختيرة مثلا نعطي مثالنا مترو دو مثلا، فما محطات معروفين دي بوان معناتها نوار في الـ في الـ في الـ في الخط، كما مثلا محطة شباب معناها معروفة تقريبا في النهار تصيروا 3-4 بركاجات غادي كما الجريسا، ما تلقاش تواجد أمني. دونك نداءنا للسلطات الأمنية أن يكثفوا الدوريات باش يحميوا المواطنين. كيف كان وسيم زاد معناتها دعوة زاد للسلطات الأمنية، ولكن من جانب آخر أنا نحب نشوفوا هالظاهرة هذه منيش كثرت معناتها البريود الأخرى، وخاصة بعد الثورة الظاهرة كثرت بصفة غريبة، وعند القصر معناتها حتى من القصر تو هو يتلقى شاد سيف وهو اللي قاعد يبراكي في المترويات وفي الشوارع، معناتها الظاهرة ولات خطيرة برشا خاصة في تونس العاصمة وضواحيها. إن شاء الله يلقاو لها حل معناتها جدري، لأنه حتى السجن معناتها راهو حتى سلطات الأمنية تتدخل ويسجنوه معناتها شهر شهرين وعاود يخرجوا نفس الحكاية، خاطر السجن ما عادش يصلح تو معناتها بعد على الرؤية الإصلاحية متاعه السجن بما أنه مكتظ. دونك إن شاء الله يكون فما حل جذري، وإن شاء الله ربي يهدي معناتها شبابنا وكها، ونتوجه المواطنين بلي خلي يردوا بالهم زادا، معناها ياخذوا أكثر حيطة، ما يخليوش يروح مكيك ياخذوا أكثر حيطة، خطر الحقيقة معناتها فما ما نحبش نقول فما تقصير أمني، ولكن فما محدودية في التعامل الأمني. دونك نخلي المواطنين يردوا بالهم أكثر، خاصة كتبدأ في بلاصة ما فيهاش برشا ناس ولا في الليل ولا غيره. فوالا أنا الحقيقة نشوف اللي حاجة مؤسفة أنه اليوم مرتين في الحلقة نحكيو على النقل العمومي في تونس بزوز زوايا ديزان نقص والا في الاسطول وكيف كيف البركاجات. دونك المواطن اليوم في تونس يا اما ما يلقاش الترانسبور ولا حتى كان يلقاه هو مش امن في وسطه، والهذية حاجه بالحق معناها ما نعرفش قداش باش نلقاو لها حل، خاطر ابسط حقوق الانسان يظهر لي انه يلقى نقل عمومي في بلاده. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي، شكرا للفريق التقني اللي أمننا الحلقة اليوم. اللايف تنجموا تعادوا تفرجوا فيه على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة إذاعة مبادرة على صفحة مبادرة مناظرة. ميساج سفين إن شاء الله بينتو تولي فما إذاعة إذاعة لمبادرة مناظرة. احنا نتقابلوا في الموسم القادم في الحلقة القادمة الحلقة القادمة، ونقول لكم ان شاء الله يكون فما موسم قادم زاد لي اكيد لازم اتخي بيانتو، باي باي، الى اللقاء.